ودخلت عشان اشوف ايش الخدمات اللي بيقدمها هذا المركز. انت لما تيجي كمهاجر كلاجئ فيك تدخل عندهم وبيعطوك كل الخدمات اللي راح اذكر لكم اياها هلا بالتفصيل بالفيديو. السلام عليكم. شو هي اهم شغلات لازم الواحد يعملها اول ما يوصل على كندا كمهاجر؟ هاي الحلقة برعاية شركة IPG، المجموعة المهنية الدولية في مدينة مساساغا الكندية. شركة IPG هي شركة مهنية حاصلة على شهادة CPA في المحاسبة، وبتقدم خدمات محاسبية وبتساعدكم في تقديم الإقرار الضريبي للأفراد والشركات. فإذا لسه ما قدمتوا الضرائب تبعتكم وبهمكم تحصلوا على أعلى فائدة مالية، فيكم تحكم على شركة IPG وهم راح يساعدوكم. بالإضافة إلى العديد من الخدمات اللي بتقدمها الشركة مثل تأسيس الشركات، خدمات الإدارة المالية للشركات، عندكم مشاريع جديدة حابين تبدأوها ومش عارفين من وين تبلشوا، شركة IPG فيها تساعدكم في إعداد الخطة ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة، وراح تقدم لكم خدمات بأسعار تفضيلية. رئيس الشركة السيد فتحي أبو فرح راح يقدم لمتابعين القناة ساعة استشارية مجانية. راح أترك لكم معلومات شركة IPG في صندوق الوصف عشان تتواصلوا معهم وتستفيدوا من عروضهم. خلينا نبلش. أول شغل المهاجرين اللي بيجوا على كندا بيجوا على ثلاث هيئات، يا إما بيجي بيعمل لاندنج بس بده يتفحص الأمور ويشوف كيف الأوضاع ويقرر بعدين إيش الخطوة الثانية، أو بيجي بشكل مباشر بعد ما يطلع له الهجرة بيسكر كل أموره بستقيل من شركته وبنقل هو وعيلته بروح عطول مرة واحدة طبتك العافية، أو مرات بروح واحد مع عائلته بتفحص الوضع بترك عائلته برجع مرة تانية هو بيستمر بعمله في المكان اللي هو إجا منه وبيخلي مرته وأولاده إنه هم يستمروا ويأخذوا الجنسية الكندية. شو ما كانت الطريقة اللي أنت ناوي تتبعها، أهم شغلة تعملها أول ما توصل هو التالي. أول شغلة بدك تعملها بدك تفتح حساب في البنك وتقدم طلب عشان تحصل على بطاقة ائتمان كريدت كارد. كندا مبنية على شغلة اسمها كريدت سكور، وهذا الكريدت سكور رح يساعدك بأنك تقدر تحصل على بيوت للسكن. فإذا بدك تستأجر صاحب الملك في كندا دائما عشان يأجرك بيطلب منك كريدت تشيك، بده يتأكد الكريدت سكور تبعك كيف. إذا كان ما في كريدت سكور ما بيأجرك لأنه ما بضمن أنك أنت زلمي عندك التزام بتدفع الالتزامات والفواتير اللي أنت عليك. كيف بتحافظ على كريدت سكور منيح؟ تستخدم بطاقة الكريدت كارد تبعتك بتدفع فيها فواتير وبتسددها قبل ما يجي موعد التسديد. أهم إشي إن ما تتراكم عليك الفواتير، وإذا أنت أخلفت في إنك تدفع فواتير سواء كانت فواتير تليفون، فواتير إنترنت، فواتير كهرباء، هاي الأشياء كلياتها بتأثر على الكريدت سكور. فدائما حافظوا على الكريدت سكور تبعكم، ادفعوا الفواتير من غير أي تأخير ومن غير أي غرامات، لأنه هذا الحكي كله مرتبط مع بعض وبوصل لعند الهيئة تبعت الكريدت. في ناس كتير بقولك أنا ما بدي أستخدم الكريدت كارد عشان الحلال والحرام، هذا الحكي ما بيمشي بكندا، راح تحتاجه بشكل أساسي خصوصا لما بدك تدور على بيوت وعلى سكن. فعشان هيك يا جماعة بدكم تستخدموا بطاقات ائتمان كريدت كارد هون بكندا كتير. وبصراحة هاي واحدة من الشغلات اللي جدا مزعجة بكندا. لما أنا اجيت لأنه ما كان عندي كريدت لساتني، كنت لساتني جاي جديد، اضطريت بإني أدفع لصاحبة البيت 4 أشهر مقدمة مع بعض عشان أورجيها إنه أنا عندي القدرة المالية وإني أنا راح ألتزم معاكي. وفي بعض الأحيان حتى لو بدك تدفع لها أكثر من 4 أشهر إذا ما عندك كريدت سكور وما عندك شهادة من رب العمل بتحكي إنك أنت موظف وتحصل على راتب شهري، تقدر إنك تدفع الفواتير تبعتك وتقدر إنك تدفع إيجار البيت، معظم الوقت برفضوا إنهم يعطوك هذا البيت. طبعا لسه أنت بتكون جاي جديد على كندا وما عندك وظيفة، فكيف بدك تجيب كريدت سكور منيح وكيف بدك تجيب عقد عمل تثبت إنه أنت في عندك دخل شهري؟ فهون بتصفي المعاناة، فبتروح بتدور على واحد اسمه جارنتر اللي هو بده يكون الضامن، يا إما صديق يا إما قريب بكون هو مستقر بكندا عنده دخل منيح وعنده عقد عمل وعنده كريدت سكور منيح. فلما تروح تقدم على عقد الأجار بمضي معاك إنه هو جارنتر إنه هو رح يضمن إنه هاي الفلوس تبعت الأجار رح تندفع بشكل شهري من قبل المستأجر. وفي حال إنك أنت أخلفت بالأجار بلحقوا الجارنتر تبعك اللي هو حيكون قريبك أو صديقك. فعشان هيك مش الكل برغب إنه يكون جارنتر إلا للناس المقربين جدا، وهي طبعا بتكون معضلة خصوصا إذا أنت ما عندك أي حدا وما عندك أي معارف بكندا. فلما توصل هم بدك تحاول تبني علاقات، بدك تحاول تبني كريدت سكور كتير منيح، وهي المشكلة رح تعاني منها كل ما تفكر إنك بدك تنقل من البيت تبعك. أنا بعد 4 سنين بكندا الآن لما عم بحاول أروح بدي أنقل بمر بهاي الظروف مرة تانية، بدي أجيب كريدت سكور، أنا مش موظف بشركة، أنا عندي شركتي الخاصة. معظم الوقت أصحاب البيوت ما برغبوا الناس اللي هم السلف امبلويد اللي هم الموظفين أصحاب الشركات الخاصة، بفضلوا أنك أنت تكون عندك وظيفة وعندك راتب أساسي وتكون مع شركة منيحة على أساس أنه هو يأجرك ويكون مرتاح ومتأكد أنك أنت رح تدفع الالتزامات المالية اللي عليك. فهي واحدة من مساوئ سوق العقارات في كندا خصوصا بالنسبة لموضوع التأجير. شغلات تانية بدك تعرفها عشان تحضر لها أول ما توصل إنك بدك تقدم على رخصة القيادة. رخصة السواقة بكندا هي 3 امتحانات G1 G2 والG.
الجي 1 هو الامتحان النظري، وهذا لازم تقدم عليه أول ما توصل عشان لما تنجح بالامتحان تطلع لك بطاقة الرخصة اللي هي الجي 1، وهي تعتبر بطاقة رسمية تعريفية عنك زي الهوية يعني. وبعدين بدك تدرس عشان تاخد امتحان الجي 2، وبعديها بعد ما تخلص مدة سنة تقريبا من الخبرة في السواقة وانت بتسوق الجي 2، وطبعا الجي 2 هي مسموح لك انك تسوق فيها بكل مكان، لها بعض التقييدات لما يكون عندك اللي هي رخصة الجي 2، وما بتقدر تشتغل بشركات رسمية كسائق على سبيل المثال مثل أوبر أو غيرها إذا كانت عندك رخصة الجي 2، لازم يكون عندك رخصة الجي اللي هي الرخصة الثالثة الأخيرة اللي بعد ما تخلص الجي 1 والجي 2. فيك تتجاوز امتحان الجي 2 بأنك تعمل التالي: لما هجرت على كندا كان في عندي رخصة قيادة في الأردن أكثر من 10 سنوات، وبما أني بحمل الجنسية الأردنية فرحت على دائرة السير في الأردن، أخذت رسالة خبرة أنه أنا ما عندي أي حوادث وأي مخالفات في الأردن، وبعدت وقتها للسفارة الأردنية في أوتوا هون بكندا بطلعوا لك شهادة خبرة، تستخدم شهادة الخبرة بأنك تروح مرة تانية هون على دائرة السير في كندا وبعفوك من امتحان الجي 2، فأنت بتقفز من امتحان الجي 1 لامتحان الجي بشكل مباشر. اللي عنده رخصة من بلده الأم بقدر يعمل نفس الطريقة ويجيب شهادة الخبرة من السفارة تبعته في أوتوا في كندا هون. معظم هاي الخدمات أنت بتقدمها لما تكون في مقاطعة أونتاريو تعملها عن طريق سيرفيس أونتاريو، مكتب بيعمل لك كل الخدمات اللي أنت محتاجها، بيطلع لك السوشيال إنشورنس نمبر اللي هو السن، بتقدم عن طريقه لامتحان الرخصة، وبتقدم العديد من الأمور من مكتب سيرفيس أونتاريو. لما بدك تقدم على بطاقة الصحة في كندا اللي هي الأوهب تحتاج تقريبا 3 أشهر تكون مقيم في كندا عشان يقدروا يطلعوا لك بطاقة الأوهب. لازم تقدم بطاقتين رسميتين صادرين من الحكومة الكندية، والبطاقات الرسمية اللي بتصدر عن الحكومة الكندية هون تستغرق وقت مثل بطاقة الرخصة بطاقة البي آر، فهدول كلهم ما بتقدر تحصلهم بيوم واحد، فراح تحتاج انك تستعجل في اصدار البطاقات، انك تروح تعمل رخصة، تروح تقدم على البي آر، تروح تقدم على السوشيال انشورنس نمبر. وطبعا هم بيعتمدوا كمان انه اللاندنج دوكيمنت الورقة اللي بيعطوك اياها لما توصل على الاراضي الكندية هاي تعتبر بطاقة تعريف رسمية وجواز السفر، ولكن لما تقدم على الهيلث انشورنس بيعتمدوا على البطاقات الكندية فقط، لازم تجيب منهم البي آر مع بطاقة الرخصة على سبيل المثال، هدول بيعتبروا هويتين رسميتين صادرين عن كندا. السلام عليكم يا شباب، بالصدفة أنا موجود بمنطقة اسمها سكاربرو هون قريب على منطقة تورونتو، جيت عشان أبدل التايرز تبعون السيارة أحط اللي هم التايرز الصيفيين، فوانا عم بستنى رحت بدي أفوت أصلي صلاة الجمعة ولا بكتشف إنه في مركز الجالية العربية في تورونتو، ودخلت عشان أشوف إيش الخدمات اللي بيقدمها هذا المركز. انصدمت إنه هذا المركز صار له موجود بكندا من عام 1973 وإله فرعين، واحد بسكاربرو وواحد بمنطقة يوتوبيكو. الجميل انه هذا المركز هو لإعادة التوطين، يعني انت لما تيجي كمهاجر كلاجئ فيك تدخل عندهم وبيعطوك كل الخدمات اللي راح اذكر لكم اياها هلا بالتفصيل بالفيديو. هذا المركز بيقدم مساعدات مجانية للناس اللي هم من الجالية العربية اللي اجوا لإعادة التوطين، resettlement services. هاي الخدمات بتشمل تصديق الشهادات وبيساعدوك في الترجمة تبعت الأوراق تبعتك وتبعت الشهادات لحد ما إنك تقدر بالآخر تصدق شهادتك وتلاقي وظائف. بيعطوا خدمات للاجئين بموضوع اللغة وبغيره من المواضيع التانية اللي بيحتاجوها أول ما يوصلوا. بيساعدوهم بالمعونات اللي بيطلبوها للأطفال أو معونات أسرية، بيساعدوكم تعبوا كل هاي الطلبات. بحالة إنك ما بتحكي اللغة الإنجليزية بيبعتوا معاك مترجم، سواء كنت بدك إياه لأمر قانوني قضائي طبي ببعتوا لك اياه بالمجان. وهذا المركز صار له في كندا من عام 1973، تخيلوا يعني صار له اكثر من 45 سنه في خدمه الجاليه العربيه في مقاطعه اونتاريو. اللي محتاج معلومات وخدمات اول ما يوصل على كندا وما عنده اي علاقات او اصدقاء بنصحكم انكم تتواصلوا مع مركز الجاليه العربيه في تورونتو، راح اترك لكم المعلومات تبعت المركز في صندوق الوصف، فيكم تتواصلوا معهم، فيكم تروحوا تشوفوا الموقع الالكتروني تبعهم. شاوت اوت لمركز الجاليه العربيه في تورونتو، صراحه اني انا يعني منبهر وكل التقدير لهم وللجهود تبعتهم اللي بيقدموها للجاليه العربيه. فالخلاصه اول شغله بتعملها بس توصل على كندا تفتح حساب في البنك، تطلب بطاقة كريدت كارد، بتروح بتعمل امتحان رخصة السواقة، بتقدم على الضمان الاجتماعي وتاخذ سوشيال انشورنس نمبر، بتقدم على الهيلث انشورنس الأوهب، وبالطريق كمان بتعمل لك خط تليفون واحد من الموبايلات مع واحد من شركات الاتصالات الموجودة في كندا. هاي كانت الحلقة تبعت اليوم، ما تنسوا انكم تتابعوني على حساب الانستغرام، وكمان الحلقة الأخيرة اللي حكينا فيها على المسابقة اللي انا راح اعطي فيها كاميرا لناس مهتمين بصناعة المحتوى، فيكم تروحوا تشوفوا المنشور الأخير اللي موجود في الانستغرام عن هذا الموضوع وتعملوا لايك وتعملوا منشن لثلاث أصدقاء. ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وتنشروا هاي الحلقة عشان الناس اللي مهتمة واللي بدها تيجي على كندا قريب تستفيد من هاي المعلومات، وتتركوا لي استفساراتكم في صندوق التعليقات، وبشوفكم بالحلقة القادمة. إلى اللقاء.
دوم تك تك دوم تك تك انا فادي دليلي قال لي هتسافري انا فادي دليلي قال لي هتهجري دايما يحكي لي وبصدق فادي قال